14 مباراه متتاليه للزمالك في دور المجموعات يا ايمن. دوري ابطال افريقيا فوزين. انت كسبت فوزين بس 8 مباريات لنادي الزمالك متتاليه ما كسبتش متتاليه ما كسبتش ولا ماتش. رقم كارثي. رقم كارثي يعني يا جماعه الزمالك. هي دي الفكره. فلو لعبت الزمالك مش حاسه. احنا برضو بنتكلم في حاجات. انا عايز نخرج من الصوره. اللي بعده برضو مرعب. تتكلم لزيزو بالحاله الفنيه اللي هو فيها على طول والتالق مسجل في 22 لقاء في دوري المجموعات هدف وحيد. بص ايمن هي الفكره ما دي بقى اللي انا بتكلم فيها. انا ماشي اوكي زيزو لعيب مميز جدا لكن انا مستنيك بقى كلعيب بالامكانيات دي على المستوى الاقليمي او مستوى القاري البطوله القاريه بالظبط. مش طول الوقت انت بتادي على المستوى المحلي. فين بقى المستوى القاري؟ انت لازم تشيل فريقك بقى في الوقت ده. هي الفكره ان انت لازم اخرج بقى يعني نخرج من الصوره بقى كده ونطلع بره شويه بعيدا عن الفنيات. انت لازم هي دي الفكره. انا متاكد مليار في المية ان اللعيبه مش حاسه باللي احنا بنتكلم فيه ده هوبا. يعني هو مش عايش معاك الحاله اللي كل جمهور الزمالك عايشها وكل النقاد بيتكلموا فيها. هو مش اللعيبه مش في دماغها الكلام ده خالص يعني. طيب ده مش اتيتيود فرقه. مش مسؤوليه فريرة في اعداده للعيبه وتحفيزه شريرة بس. ولو انت بسامة نبيه واحمد عبد المنصور ان الموقف الحالي مش محتاج مدرب يتكلم معاك.